تعتبر سوريا ملتقاً هاماً لكافة الأديان السماوية، ذكرت في الكتب السماوية كلها. عرفنا مدنها المتنوعة والمختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم. على أرضها تنتشر مئات من أضرحة القديسين والأولياء الصالحين، وفيها أقدم المساجد والكنائس والأديرة في العالم. فبلاد الشام مهبط الديانات السماوية، منها انطلق التبشير بالديانة المسيحية وبسيد المسيح من باب شرقي بعاصمتها الأقدم دمشق، والذي يسمى باب الشمس، دخل خالد بن الوليد فاتحا دمشق، ومن نفس ذاك الباب دخل بولس الرسول الذي أتى دمشق وكان من أشد أعداء المسيحية، ليصبح فيها من الرسل والقديسين. ففي هذه الأرض المباركة حصلت الرؤيا، ونزل عليه سيد المسيح بنوره المبهر وغفر له، وتحول من المضطهد إلى رسول. بدأ مسار القديس بولس الذي اختاره الله له من مشارف دمشق ومن مكان اسمه تل كوكب، ليبدأ التحول وتنزل الرؤيا ويغلب الخير الشر. وها هي اليوم كنيسة مهيبة بطراز معماري مميز تحاكي عملية الرؤيا، وهي ما تزال شاهدة على قدسية المكان وروحانيته. يزينها تمثال رائع من البرونز يمثل القديس بولس، ينتصب في مكان بارز قام بتنفيذه وتصميمه نحات روسي. ومن تل كوكب إلى دمشق فهنا الشارع المستقيم الذي يعد من أهم الطرق في مدينة دمشق القديمة من النواحي الأثرية والتاريخية والروحية، والذي ذكر في الكتاب المقدس الإنجيل، والذي تنبع أهميته الدينية كونه جزءا من الطريق الذي سلكه بولس الرسول حيث وصل كنيسة حنانية. هذه الكنيسة التي تعد من أقدم كنائس العالم، والتي تتميز ببنائها الدمشقي وروحانيتها العظيمة، تشكل مقصدا سياحيا مهما يأمه المؤمنون للحج من كل أصقاع العالم لرؤية المكان الذي كان المسيحيون الأوائل يجتمعون ويصلون فيه، والمكان المقدس الذي تعمد فيه القديس بولس الرسول. ومنها انتقل إلى كنيسة باب كيسان في باب شرقي، الشاهدة على رحلة القديس بولس وبداية التبشير الطريق إلى أوروبا. تتكئ الكنيسة على سور مدينة دمشق القديمة، إذ تروي المصادر التاريخية أن هذه الكنيسة بنيت في المكان نفسه الذي تم فيه إنزال القديس بولس بسلة من فوق السور هاربا من بطش الرومان واليهود متجها إلى أوروبا. ومن رحلة القديس بولس الذي أهرب من مضطهديه وانطلق بعدئذ إلى العالم مبشرا بالدين المسيحي وبامتداد الطريق المستقيم، تصل إلى كنيسة الزيتون أو كنيسة سيدة نياح، أولى المحطات السياحية الدينية وأشهر كنائس سوريا، التي يعود تاريخ تشييدها إلى أكثر من 150 سنة، وهي أكبر الكنائس الملكية الكاثوليكية في العالم وأجملها وأكثرها إتقانا وأقربها إلى الفن الكنسي البيزنطي. ومن كنيسة الزيتون وعلى بعد أمتار على امتداد الطريق المستقيم، نجد أقدم الكنائس الأثرية في دمشق، الكاتدرائية المريمية، والتي يعود تاريخها إلى البداية الأولى لانتشار المسيحية في المنطقة. والكنيسة هي مقر بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق لروم الأرثوذكس، وأحدى أجمل الكنائس الدمشقية التي تقف شاهدة على انتشار الدين المسيحي على عبق التاريخ. وإلى خارج السور الأثري لمدينة دمشق وبالقرب من باب شرقي تقع كنيسة القديس بولس، والتي تعود أهمية هذه الكنيسة إلى أن القديس بولس قد أتته الرؤيا في هذا المكان حسب رأي بعض المؤرخين. الكنيسة من الداخل غنية برسومها وآثارها الفنية، تأخذ شكل خيمة كرمز لالتقاء المسيحيين تحت سقف واحد. وللمسار الروحي تتمة، فمن دمشق ننتقل إلى ريفها وخاصة إلى مدينتي سيدنايا ومعلولة، أهم مدن الشرق والعالم المسيحي بعد مدينة القدس. ترتسم سيدنايا كلوحة في سلسلة جبال القلمون لتكون من أجمل لوحات الأرض وأعرقها. يتوسطها دير سيدة سيدنايا بعبقه وتاريخه وبركته، ليجعل منها مكانة مقدسة وملذا روحانيا للمسيحيين والمسلمين في الشرق الأوسط. يعتبر دير سيدة سيدنايا في سوريا واحدا من أعرق مؤسسات الرهبنة الأرثوذكسية في الشرق العربي بل وفي العالم المسيحي، ففيه تتواصل حياة الرهبنة دون انقطاع منذ القرن الخامس الميلادي.
ومع توالي الأيام تحول الدير إلى متحف كبير يضم عدداً كبيراً من الأيقونات والرسومات الجدارية في منتهى الروعة والبهاء، مستوحاة من معتقدات المسيحية وتاريخ المكان. وتوجد داخله أيقونة صيدنايا الشهيرة المعروفة بالشاغورة. ومن دير السيدة إلى الدير الذي يعانق السحاب، دير الشيروبيم التابع لبلدة صيدنايا والذي يقع في أعلى قمم القلمون الشرقية، يشكل صرحا أثريا تاريخيا مهما ومقصدا لراغبي السياحة الدينية في سوريا. فهنا أكبر تمثال للسيد المسيح عليه السلام ينير أعلى قمة في الدير الذي بناه نحات روسي. ومن صيدنايا إلى معلولة، البلدة التي ما زال أهلها إلى اليوم يتكلمون لغة السيد المسيح، والتي تشتهر بمعالم دينية مقدسة وأثار قديمة مهمة، وأهمها دير القديسة مرتقلة الذي يضم رفات القديسة تقلة تلميذة القديس بولس. وكان الآباء القديسون عندما يريدون أن يعظموا أحد نساء القديسات يشبهونها بتقلة، فكانت الشفيعة لمدينة معلولة ولعدة مدن. وبجانب الدير يقع فجر معلولة العجائبي الشهير الذي شهد لنجاة القديسة تقلة من والدها ومطارديها، فشق الجبل أمامها لتصل إلى منسكها في بطن الجبل. وبالقرب من هذا الشق يمتد دير مار ساركيس وباخوس بين الجبال، والذي يعد من أشهر الكنائس والأديرة في الشرق وأقدمها، والذي تم بناؤه على أنقاض معبد وثني. تتميز الكنيسة بداخله بعناصرها المعمارية الفريدة، فهي تعود إلى الفترة البيزنطية. ويوجد في الكنيسة العديد من الأيقونات على طول الممر المؤدي إلى المذبح، بما فيها أيقونة للسيدة العذراء وأخرى للقديسين الشهيدين ساركيس وباخوس. ومن معلولة وصيدنايا نتجه إلى النبك إلى وسط الجبال. هناك توجد تحفة معمارية ومكان للتأمل والزهد والعبادة والتاريخ، إلى دير مرموس الحبشي، أحد أشهر الأديرة التاريخية في العالم، والذي يمتاز بالرسوم الجدارية التي تعود إلى العهد السرياني. فهنا الصخور والأحجار تحكي قصص التعبد والتنسك والبحث عن الله منذ التاريخ. ومن النبك إلى يبرود وإلى كنيسة قسطنطين وهيلانا، التي تعتبر أعظم كنائس القلمون شأنا وأوسعها رفعة، والتي كانت قديما معبدا وثنيا آراميا، حتى أتت القديسة هيلانا أحولتها إلى كنيسة تمجد سيد المسيح. فجبال القلمون تحتضن عددا كبيرا من الأديرة الرهبانية والكنائس الأثرية، وكلها تقريبا تعود إلى القرون الأولى في التاريخ المسيحي، ومنها دير الشهيد يعقوب الفارسي المقطع الذي يعتبر منارة روحية في الشرق. يعتبر الشهيد يعقوب المقطع من أشهر الشهداء الفارسيين، والذي حارب كل من وقف بوجه اعتناقه للديانة المسيحية ونذر نفسه ودافع عن إيمانه المسيحي حتى عند إعدامه. يعود تاريخ تأسيس الدير إلى منتصف القرن السادس الميلادي حسب ما كشف الباحثون والتنقيبات الأثرية. وبعد دمشق وريفها إلى مدينة حمص القديمة، وإلى واحدة من أقدم الكنائس في العالم، كنيسة أم الزنار، والتي تعتبر أحد معالم المدينة القديمة. فهنا وجد زنار ثوب السيدة مريم العذراء، فأحياء حمص القديمة تذخر بالكثير من الأماكن المقدسة التي تشهد على عراقتها، ومنها دير ماريليان الحمصي الذي يعد من أقدم الأديرة الأثرية في حمص. فتاريخ بنائه يعود للقرن الخامس الميلادي، ويأمه الزوار من مختلف بقاع العالم. وتعود تسمية هذا الدير إلى الراهب اليان الذي عاش في القرن الثالث الميلادي، حيث ذاع صيته في تلك الفترة كرجل خير وطبيب يداوي الناس. وعلى مقربة من هذا الدير تقع كاتدرائية الأربعين شهيدا في حي بستان الديوان، والتي تعد من أكبر وأقدم الكنائس في حمص، مبنية من الحجر الأسود الذي تشتهر به حمص، وهي الكنيسة الرئيسة للروم الأرثوذكس. ويعود تاريخ هذه الكنيسة إلى القرن الرابع الميلادي. وبحسب المؤرخين يقال إنه هنا انقضى عهد الوثنية في حمص، وتحول هيكل الشمس الذي كان فيها إلى هذا المعبد المسيحي الذي بنته القديسة هيلانا، والدة الإمبراطور الروماني قسطنطين، بنته مع العديد من الكنائس والأديرة في المنطقة. وكباقي المحافظات السورية تنتشر الأماكن الدينية العريقة في مدينة حمص القديمة، ومنها كنيسة سيدة السلام للروم الكاثوليك، والتي أنشئت عام 1862،
وتتميز الكنيسة بجمال بنائها وقدسيتها. ومن هذا المكان الروحاني والمقدس نذهب إلى أجمل المناطق في سوريا، إلى دير مار جرس، والذي يتألف من 3 كنائس ويعد من أبرز الأماكن الدينية المقدسة في الأراضي السورية والبطريركية الأنطاكية الأرثوذكسية، والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى القرن 6 الميلادي. يتميز بعظمة التاريخ والبناء وقدسية المكان، وتقف قلعة الحصن خلف هذا الدير وكأنها تحتضنه وتحميه. هذه القلعة التي تعتبر من أهم الآثار التاريخية في سوريا ومن أهم القلاع وأكبرها وأضخمها في القرون الوسطى، والتي لا تزال قائمة حتى الآن، والتي تعتبر من أهم مواقع التراث العالمي في سوريا. ومن حمص إلى حماة، هذه المدينة الأثرية والتي يعتبرها علماء الآثار من أقدم المدن في العالم، ففيها مطرانية الروم الأرثوذكس والتي تعد من أهم الأوابد التاريخية والروحانية ومن أقدم الكنائس في حماة. ومن مدينة النواعير نتجه إلى المدينة الساحلية التي توالت عليها حضارات وأزمنة، إلى طرطوس، المدينة السياحية صاحبة الجبل والبحر والآثار والأماكن المقدسة والتاريخية. فهنا المتحف الوطني الذي كان الكنيسة الأولى والأقدم في سوريا بحسب المؤرخين، والذي تحول إلى متحف للمدينة، يضم مجموعة كبيرة من آثار العهود والحضارات السورية المختلفة التي مرت على الساحل السوري. وإلى اللاذقية، المدينة التي تطل أيضا على البحر المتوسط وتلقب بعروسته، هذه المدينة العريقة والتاريخية صاحبة الثقافات المتعددة. فهنا الأبجدية الأولى في التاريخ، في وسطها تقع كنيسة القديس جورجيوس التي تعتبر من أقدم كنائس المدينة وأكبرها في الساحل السوري. تتميز الكنيسة بوسعها وجدارياتها البيزنطية، وهي مبنية على الطراز المعماري الروماني. ومن عروس الشرق إلى شمال التاريخ، إلى أقدم مدن العالم، حلب، نقطة الوصل الرئيسية بين الشرق والغرب، ونقطة التقاء حضاريا وثقافي، وملتقا للقوافل منذ التاريخ. هنا حيث أكبر القلاع في العالم وأضخمها، قلعة حلب، التي يعود تاريخها إلى عصور قديمة، تتربع القلعة على تلة في وسط مدينة حلب. وبين حارات حلب وداخل مدينتها القديمة تقع كنيسة 40 شهيدا للأرمن الأرثوذكس، والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن 16، والتي تحتوي على مجموعة مميزة وفريدة من الأيقونات التي تعود إلى عصر النهضة، إضافة إلى لوحات للشهداء 40 والتي سميت من أجل هؤلاء القديسين الشهداء. لا تنتهي الأماكن المقدسة في سوريا، ولا تحصى الأماكن التاريخية والأثرية فيها، وكأن هذه الأرض تحولت إلى أكبر متحف في العالم، ففي كل محافظاتها يمتد التاريخ والمزارات الدينية، مما يجعل من هذه البلاد واحدة من الوجهات المفضلة لدى السياح العرب والأجانب.